اليوم عن نجم كندا، واحد مازيمبي لشي نادي حورية كوناكري الغيني، واحد مازيمبي الكونغولي لشي طبعا نادي حورية الغيني، هدف بقدم اللاعب كندا رقم 9. سلام من السيسي أمامية، عدى فرصة خطير خطيرة خطيرة حد الشمال الحورية، اللمسة التصويب والهدف جول، هدف التعادل، التعادل لحورية كوناكري بلمسة جميلة سحرية غير عادية، التعادل 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 في هذه المباراة في مرمى مازيم الكونغولي. الهجمة ما أجملها، الهجمة ما أروعها، والتصوبة حلوة جميلة بالخبرة الكبيرة بقدم الخطير يا سادة النجم رقم 10 فرانسيس، هذه العادة عدى فات إبراهيم سانكون لعباصة جميلة، والتصوبة حلوة مبطل قدم حلوة على الشمال الحارس ماتامبي عشان نادي حورية يسجل هدف التعادل الغالي. واحد واحد هدف التعادل بقدم رقم 10 فرانسيس، سجل التعادل اليوم هذا النجم رقم 10 مالي، رقم 11 لاعب مالي عمره 20 سنة عمر هذا النجم، تصويبه قرب جول، هدف جول، الهدف الثاني، هدف التقدم الغالي في الوقت القاتل في الوقت الصعب من نهايه المباراه، تصوبه جميله قويه كرباجيه تروح وتعدي فين على يمين الحارس السنغالي ندياي حارس المرمى، 2 مازيمبي 1 نادي حوريه، هدف جميل من تصوبه قويه كرباجيه في زاويه وفي مكان صعب وصعب جدا على يمين الحارس السنغالي ندياي، 2 مازيمبي 1 نادي حوريه، فرحه كبيره وسعادة رهيبة لكل العاشقين والمحبين للبطل الكبير مازيمبي، هذه العادة مرة ثانية، هذه اللمسة من الأشانتي والاستلام والتصوبة حلوة جميلة بقدم الخطير يا سادة النجم الزامبي يا ناس اللاعب سينكالا رقم 13. 2-1 هدف الفوز الغالي اليوم بالنسبة لفريق مازيمبي، سينكالا النجم رقم 13 يسجل هدف غير عادي، هدف التقدم حتى الآن في ختام دوري المجموعات في هذه المجموعة الرابعة، هدف الفوز.